السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عطنا وحدة منها يا اخو. شحال دارت؟ سلام. نكلمك على صاشي ممكن. عزيز قول لي، حبيت نسقسيك برا. تفضل. تخدم هنا من الصباح؟ ايه من الصباح. عندي الصرف على بالك. اصبر تشوف، اسمح لي اسمح لي. عندك صرف؟ كاين. اه عقدش تبدا اخو؟ تبدا من 8 ونص قول ولا 9 حتى لورا العيش. هكذا اخو يعني من صباح لليل ماشي بزاف. واش راح دير؟ الله غالب هذه هي الخبزه. شي راني نشوف شغل ماك تمشي على شازرو لوند. اه هي ما نقولكش، هي ما نقولكش، انا ما نقولكش اعاقه هذه، باسكو المعاق معاق في قلبه ومعاق في راسه خويا. انا ما نحسش بروحي بلي راني معاق خلاص. بصح كيفاش صارت لك خويا؟ هذه اكسيدون كنت فيها. اسمح لي راني نسقسي فيك. كنت في عمري 4 سنين كاسني كاميو. كي كاسني كاميو قطع لي رجليا في زوج من 4 سنين وانا نعاني اليومين هذا. شحال في عمرك خو؟ 39. الله يبارك. بارك فيك. تسمى 35 سنة وانت؟ وانا في الكرسي نعاني. والحمد لله. الحمد لله. عند ربي الحمد لله. بيان سير الحمد لله. من بكري تخدم هذه الخدمة؟ باش من بكري انا درك راني في 18 سنة درك ملي نخدم. 18 سنة تخدم هذه الخدمة وتبان لي بلي هاد لي صاشين انت ديرهم. لا لا باسكو تاع اليد. نشري بالميزان. ونجي هنا نستاليهم ونقفلهم في الشكاير تاعهم ونستاليهم كل حاجه في بلاصتها. وتقدر تلحق انت باش تستالي هادو كامل و... واش تتعب واش واش راح دير؟ لازمك اصلا الدراهم باش الدورو باش تجيبو لازمك تتعب، مش كاش حاجه تجيك بالسهله. عندك عائله؟ سي نورمال. خدام عليها؟ خدام على العائله. الله يبارك. لا ام لا اب. ربي يرحمهم هكذا. ربي يرحمهم ما زوين. ومع من عايش خو؟ والله انا عايش مع الزوجه تاعي وعندي زوج بنات، اخوه بنات وزوج. الله يبارك. الله يبارك خويا. الله يبارك. و هذه هي كي تجي تشوف الواحد ما يمدش يدو هكذا. سي نورمال. مالغريك مستحيلات نضيع بالشر ما يمدش يدي. صح. مستحيلات 4 سنين وانا نعاني اليومين هذا نضيع بالشر ما يمدش يدي. صح. صح صح. مالغريك شغل كي شدك انا جيت جايز شفتك هكذايا في شازرو لوند قلت سبحان الله هذا الانسان كيفاش قدر يدير طابله هذه كيفاش وتكون تما تكون غير هنا في لي زونفيرون باسكو في النوفيل مدينه جد علي منجلي. علي منجلي بعيده على هنا السونتر. كيفاش تطلع؟ واش راح ندير؟ كيفاش تطلع؟ كيفاش راك تلحق لهنايا؟ نتعب واش هو كيما يقولوها محتمه، مش ما كانش حاجه سهله ولقيت ولا حتى ما لازمني نجي لهنا، لازمني نجي نتعب بصح لازمني نجي. ولقيت خبزه ما كانش حاجه خلا مدخول خلاف ولا باش ما نجيش ولا ما نخدمش ولا هذه هي الخدمه تاعي. وهذه فيها فائده تخلك شويه باش الانسان ما يضيعش بالشر وخلاص. الانسان باش ما يمدش يدو ما يتحيش للناس وخلاص. الانسان يتعب الشيء اللي نجيبوه كما يقولوا نسقاتوا به والحمد لله. سبحان الله دي فوا تشوف حاجات والله غير قلبك يوجعك. واسمك الاخ؟ عبد العزيز. الله يبارك. عبد العزيز والله غير صافي بليزير كي تلاقى بناس هكذايا. على باليش تكون في النوفال وتخدم هنايا، راهي بلاصه بعيده بالك واحد نورمال برجلو يقول لك ما نطلعش انا نخدم في الاخر اون بليس دو سا تكمل في الليل. كيفاش تهبط بصح؟ نهبط نخبي الطابله تاعي كي العاده ونطلع منا على بيراميد نطلع حتى الترامواي. كاين احباب ربي هكا يعاونوني باش يوصلوني الترامواي وساعات نطلع وحدي كي ما لقاش هكا ناس يعاونوني نطلع وحدي بشويه حتى نوصل. سبحان الله يا وطابله وينك تخبيها؟ هذه وين تروح السلعه هذه؟ نخبيها نستاي نحطها في شكاير بكل ومن بعد نخبيها في الانسان هكا في حانوت. جوستومون صعيبه الشيء. واش راح دير؟ راني كما يقولوا شكوي ربي سبحانه ماشي اللعب. سبحان العبد دائما يدله شكوى ربي سبحانه. الانسان كيخرج الصباح يتكل على ربي و كما يقولوها يقول بسم الله بصح
صح في الخدمه تاعك. صح الله يبارك، انا قلت لك الله يبارك. شنو ماكش تبان لي بيان اليوم شغل هنا المجتمع تاعنا عاد ما يرحمش، باش ناس كيما يقولوا يجيو يعاونوك يوقفوا معاك يزيدوا عليك ماشي يوقفوا معاك. بار اكزوم يكيد دوك سرقوني. سرقوك؟ سرقوني. كيف سرقوك؟ سرقوني الدولي شويه صرف شويه الدولي داولي شويه من السلعه فهمتني زي ما. وقتاش هذه؟ اليوم الصباح. اليوم؟ اليوم الصباح هي صارت الحكايه في الليل نورمالمون اليوم الصباح. وكيفاش عرفت بلي سرقوك عبد العزيز؟ كادنا مكسره. وين تخبي هذه؟ باش ناس كيما يقولوا يجي يعاونوك يوقفوا معاك يزيدوا عليك ماشي دوك دوك سرقوني. والصرف لقيتو ناقص. ما هاد الناس يعرفوك عبد العزيز؟ نورمال ما يتازي لك غير اللي يعرف شكون اللي راح يديك. راح يجي واحد من طرف الدنيا راح يجي على باله وين تحط ولا واش يعني. ما شاف لحالتك، ما ساعد في الحاله ديالك، ما لا حول ولا قوه. قادر يقتلك نورمال وما عندوش مشكل خلاص يدي لك واش انت من الصبح حتى ربي وانت تعب عليا مو تجري وتطلع وتهبط وتحرم روحك من قدام حاجه قدام حاجه تعب. قادر تحرم روحك من لبسك، قادر تحرم روحك من تحواس، قادر تحرم روحك من اي حاجه. يجي واحد شابع رقاد يجي الصباح يجي في الليل يديه منك ويروح قانع ويولي يرقد وغدوه الصباح يصرفهم وتجي عادي خلاص خلاص. كيفاش يرقد ويفوت عليك ويشوف معك هكا ونورمال ما عندوش ضيق خلاص. تما بالك تقلقت اليوم عبد العزيز؟ تقلق كيفاش تقلق؟ سي نورمال تقلق. علاه ما يشجعوكش ما يعاونوكش ما يطلعولكش المورال غير اللي تلقاه يهبط لك المورال يهبط لك المورال يهبط لك المورال. انت الاعاقه جامي تفشلني ما نفشلش. قلت لك اعاقه في الراس وفي القلب والله ما في الجسم. والله ما نفشل بربي ان شاء الله حتى نتحط في القبر. الاعاقه جامي تفشلني ما نفشلش. قلت لك اعاقه في الراس وفي القلب والله ما في الجسم. والله ما نفشل بربي ان شاء الله حتى نتحط في القبر. امين يا ربي سبحان الله. يفشلوك الله اللهنة يغلبوك. والله صدقني والله يغلبوك صح. ني حاير من كلامك عبد العزيز يا الله يحيروك والله يصيفوا يجي يقول لك خويا اعطيني باه نتقاوى ولا نشري دخان. نبقى نشوف معاه سبحان الله كيف عنده وجه كيما هك ويجي دوموندي واحد اونديكابي يقول له اعطيني باه نتقاوى ولا اعطيني باه نشري دخان ولا باه نتغدى ولا باه ما على باليش انا زين. ما لقيتش شنو نقول لك. المجتمع غلبنا 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 غلبنا. الإعاقة كما قلت ما ماهيش في 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 الرجل ولا في اليد ولا في الدماغ. المجتمع هذا طرف إلا من يعني في التخمام ديالو. إيه إلا من رحم ربي يحتقروك بالشوفة يحتقروك. بقى يشوفوا معك هكا باحتقار. بعد كي توصل قدامه يقول لها مسكين. يا مسكين. يعني إيش مسكين الحمد لله. الحمد لله ماني نمد في يدي ماني كما يقولوها نروح نسرق ما. الحمد لله راني نسترزق بالحلال حتى نهار يفرج ربي يمدوا لي حوينته ولي نسترزق بها من ولي بربي ان شاء الله ما نتعب ما والو. وهذه هي انت انسان قانوع عبد العزيز يا الحمد لله. والله الحمد لله الشيء اللي يمدوا ربي الحمد لله. والله انسان قانوع يا اخو الحمد لله. اخويا ربي يقدرك وربي يعينك. شحال جات هذه كبرك؟ اسمح لي طولت عليك يا اخويا. اسمع اسمع صاحبي ما كاين ناس جيت شريت ولي تقول لي هذا جاي يهضر جاي ماشي كيما حبيت. هضر كيما حبيت والله نورمال خلاص يا خويا ربي يقدرك ان شاء الله. وهذا الانسان اللي دالك يقول ربي اللي دالك خبالك هكذايا يقولوا ناس يقولوا ناس بكري اللي دالك خبالك سي نورمال اللي دالك خبالك. ويقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما دامك لهنا يا خويا ربي سبحانه هاك تسترزق بالحلال ربي يبارك لك في رزقك. ربي سبحانه يخلف على الشجره ما يخلفش عليه بالطاعة. بارك الله فيك يا خويا. راك لخصت لي واش كنت راح نقول. عبد العزيز ربي يعينك خويا الله يجازيك وربي يعطيك وان شاء الله وان شاء الله يكون الكوكو مليح يا مليح مليح غارونتي غارونتي ربي يعاونك خويا. شكرا صح اخو صح. السلام عليكم خويا. واش راك لاباسك مليح صحتك بخير الحمد لله يا ربي الله يعاونك. عبد العزيز غلط لي في الصرف يا غلط لي في الصرف. عبد العزيز هاي هي تفهم هذه هي امانه بعثوها لنا ناس محسنين اهل الخير يحبوا يديروا الخير. بعثوا لنا حاجه واش هي حاجه واش عليا قليله مي كما يقول لك تكتبت لك ليك من رزقك انت يا ان شاء الله.
عبدالعزيز انا حاب نستفهم دوك. تفضل تفضل هاي لك، هذه قاعد ديالك عبدالعزيز خوك. عبدالعزيز انت انسان صلب وصبور، كتب لك ربي زيادة في رزقك هذا اليوم. الإعاقة عمرها ما كانت في الجسد، إنما الإعاقة تكون في التفكير تاع الإنسان كي يكون محدود. ما زالت الدنيا بخير ما دام كاين ناس الخير.